قبل ساعات قليلة من انتهاء الحظر الشامل المفروض منذ 4 أيام، وبعد تلف أطنان من المحاصيل الزراعية خلال أيام الحظر، سمحت الجهة المعنية للمزارعين بقطف محاصيلهم وتوريدها. فخلال أيام الحظر المزارع خلت من المزارعين، وسلة خضار الأردن ذهبت للقمامة بدلاً من مطابخ الأردنيين. هذه إحدى المزارع في لواء دير علة، أتلفت نحو 5 أطنان من محاصيلها وغيرها الكثير نتيجة تأخر القطاف بسبب منع التجول وعدم تمكن العاملين من الوصول إليها خلال الحظر. كثير مزارعين أتلفوا مئات الأطنان من الخضروات بسبب الحظر. طب هذه كلف وهذه خسارات فادحة بحق المزارعين. طب مين يعوض المزارع بهذه الخسارات؟ إذا ارتفع هذا عرض وطلب قد بكرة يقل العرض بالسوق ويرتفع السعر. ولأن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية والأكثر تضرراً من جراء الحظر، كرر اتحاد المزارعين من مطالبه بوضع خطة تكاملية لضمان استدامة سلاسة الإنتاج والتزويد خلال الحظر الشامل والتمكن من عملية التنقل والتخزين. ضررنا من الحظر كثير لأنه الخضرة كبرت، صارت برارة نكبها. امبارح كبينا الغنم بحدود حوالي 500 صندوق. ضررنا احنا قطاع الزراعي اكثر ناس تضررت. المشكله ان السوق المركزي مسكر وحظر 4 أيام، الخضره ما بتتحمل، والمواطن بيشكي من الغلاء. والغلاء هسه المواطن راح يشكي بزياده من الغلاء، لان الخضره راح تتكب اتلاف كلياتها. تعال شوف المزارع وتعال شوف المنظر في المزارع، الى 4 أيام الخضره مش ملقطه. الحلقة الأضعف هو المزارع والمواطن، فالخسائر تتضاعف لدى المزارعين بسبب تلف الإنتاج، أمر قد ينعكس على ارتفاع أسعار الخضار والفواكه خلال الأيام المقبلة بسبب نقص العرض وزيادة الطلب. أطنان من المحاصيل الزراعية، خضروات وفواكه تعرضت للتلف نتيجة إما التأخر بالقطاف أو سوء التخزين بسبب الحظر الذي ألقى بظلال ثقيلة على المزارعين والذين يطالبون بتوفير آلية لتسهيل عملهم خلال أوقات الحظر. من لواء دير علة، محمد الفايز، المملكة، محافظة البلقاء.